سيكون ملعب إليانز أرينا في مدينة ميونخ مسرحا للمباراة الافتتاحية لكأس أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2024 بين ألمانيا الدولة المضيفة واسكتلندا ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لكأس الأمم الأوروبية. ويبحث منتخب ألمانيا تحت قيادة مدربه ناجلزمان عن التتويج باللقب الأول له منذ نسخة 1996 التي أقيمت في إنجلترا في ذلك التوقيت، إذ انتصرت الماكينات على منتخب جمهورية التشيك بنتيجة 2-2 في المباراة النهائية. ومن بعدها خاض منتخب ألمانيا 6 نسخ لم يتوج بأي منهم، حيث كان يكتفي بالخروج المبكر أو من دور خروج المغلوب. ويعول منتخب ألمانيا على عاملي الأرض والجمهور اللذين يلعبان لفائدته في هذه النسخة. على الجانب الآخر يسعى منتخب اسكتلندا الذي يقوده المدرب ستيف كلارك لتجاوز دور المجموعات لأول مرة في بطولة كبرى، وذلك خلال المشاركة الرابعة في اليورو بعد 3 محاولات فاشلة في 1992 و1996 و2020. وحقق منتخب اسكتلندا سلسلة من النتائج السلبية أمام منتخبات كبيرة مثل فرنسا وانجلترا وإسبانيا وهولندا، لكن الخسارة أمام أيرلندا الشمالية في مارس الماضي طرحت علامات الاستفهام حول طموحات المدرب كلارك ولاعبيه. وتشهد مباريات الافتتاح أحيانا بعض النتائج غير المتوقعة، فهل ينجح منتخب اسكتلندا في تحقيق المفاجأة أم تحسمها الماكينات الألمانية؟